Good morning, my name is Hadir Salahuddin, assistant lecturer, medical surgical department, faculty of nursing, Cairo University. النهارده ان شاء الله هنبتدي نقيس البلاك جلوكوز تيست باستخدام الجلوكوميتر. قبل ما نبتدي ان شاء الله الستبس بتاعتنا والخطوات بتاعتنا في البروسيجر، عايزين نعرف يعني ايه كلمه جلوكوميتر. الجلوكوميتر هي عباره عن ديفايس او اداه انا ببتدي بستخدمها عشان اقيس عن طريق البلاك جلوكوز تيست. اوكي، طب هل في نوع واحد؟ لا، في عندنا كذا نوع، وزي ما احنا شايفين هنا ان في مثلا فور اكزامبل في فري ستايل، في الاسينسن، في اللي هي البايونين، وكل ديفايس من الديفايس بتاع الجلوكوميتر بتكون مختلفه على حسب الشرايط بتاعته. يعني معنى صح ان كل جهاز ليه الشرايط المختصه بالقياس بتاعته. تمام، طيب في عندنا حاجات معينه احنا لازم بنتشيك عليها، هنبتدي نقولها ان شاء الله في بدايه البروسيجر. طيب انت بتقولي ليه ان انا هبتدي اقيس البلاك جلوكوز تيست؟ يعني معنى كده ان هقيس مستوى السكر في الدم لناس معينه ولا لكل الناس؟ احنا بنقول احنا ممكن نستخدمها في يعني في حالات معينه، مثلا في عايزين اتاكد من الفاستنج بلاك جلوكوز، ناس واحد يكون صايم، عايزين نطمن ان في لو بلاك جلوكوز تيست يعني انخفاض في مستوى السكر في الدم، او في هاي بلاك جلوكوز تيست او يعني ارتفاع للبلاك جلوكوز او ارتفاع مستوى السكر في الدم. لكل الناس ممكن استخدمه لكل الناس او هيلثي بيشن عادي ان انا اطمن على البلاك جلوكوز، ولكن بردك ممكن استخدمه ويفضل طبعا ليه اللي هم الكرونيك دايابيتس. يعني ايه دايابيتس؟ دايابيتس يعني اللي هو مرض السكر. مرض السكر بتاعنا احنا ممكن ان احنا بنقيسه هو العين بيكون فاستنج بيكون صايم، وممكن نقيسه بيكون حاجه اسمها راندوم. يعني ايه راندوم؟ يعني يكون عشوائي في اي وقت، وممكن ان انا اقيسه بعد الوجبه او بعد ما بيعمل اكتيفيتي او بعد ما بيعمل اكسرسايز او مجهود بيكون زايد، بيكون بعدها بساعتين، بحيث ان انا اطمن على مستوى السكر في الدم. تمام كده؟ طيب ايه تاني ممكن ان احنا نعرفه معانا في البروسيجر بتاعنا؟ هنبتدي نخش على في خطوات بقى معينه احنا المفروض بنتبعها. زي ما احنا عارفين ان في كل بروسيجر في حاجات بتكون بيفور، في حاجات بتكون ديورينج، وفي حاجات بتكون افتر. طيب ايه الحاجات اللي هي البيفور؟ يعني كل البروسيجر ان احنا بنبتدي نروح للعيان، انا ببتدي اعرفه بنفسي بانتروديوس يور سيلف للعيان عشان يبقى عارفه، ويبتدي يعمل كوبريشن معايا. بعد كده ببتدي اروح ان انا اجهز الادوات بتاعتي، وانا في وقت وانا بجهز الادوات بتاعتي ممكن اطلب من العيان ان هو كمان يبتدي يروح يعمل هاند ووش، وبقول للعيان يعمل هاند ووشنج ازاي؟ عن طريق ورم ووتر، ويبتدي يعمل رابنج، يعني بيبتدي يدعك ايديه كويس وهو بيعمل هاند ووش. هتفيدني في ايه الورم ووتر او ان انا بعمل رابنج؟ ان هي بتبتدي تزود البلاد سبلاي في الاماكن اللي هي الاطراف بتاعت المريض، عشان لما ابتدي اعمل البنكشر تبتدي معايا البلاد سبلاي موجوده، وابتدي اخد بتكون سهله جدا الايه القطره او اللي هي الدروب بتاعت البلاد تكون ظاهره معايا. طيب ايه هي بقى الادوات بتاعتنا؟ تعالوا بقى نبص كده على الادوات قبل ما نبتدي نروح ونشرح للعيان اكسبلين البروسيجر. بنبتدي نبص فيه، بيبقى معانا تري، بيبقى فيه معانا زي ما احنا شايفين في كذا كذا ديفايس، وزي ما احنا اتفقنا ان كل ديفايس بيكون ليها شرايط معينه، ولازم ان احنا بنتاكد من الجهاز بتاعنا ان هو اوريدي بيكون يعني مثلا سي زي البايونيم، ان احنا نتاكد ان هو بيكون شغال. وابتدي اتشيك كمان على الكود بتاعتنا، بيبقى فيه موجود على اللي هي الستريبس بيبقى فيه الكود. الكود دوت لازم يكون مطابق للديفايس عشان يبتدي يعمل اكيوريت ميجر. طب في كمان على العلبه بتاعت الستريبس بيبقى فيه عندي حاجه اسمها الاكسباير ديت، تمام، ان انا المفروض ان انا بستخدمها بقى لمده قد ايه، او هي بيكون صالحه معايا قد ايه. طبعا لكل ديفايس ليه شرايط مختصه بيه، تمام. طيب في ادوات ايه تاني معانا؟ بيبقى في حاجه اسمها اللي هو لانسيت ديفايس. يعني ايه لانسيت ديفايس؟ اللي هي الشكاك، ان انا ببتدي اشك بيها المريض. طب دي كمان بتبقى ليها بريبريشن معينه طبعا عشان اتاكد ان هي شغاله. لما انت اطمنت ان الجهاز الديفايس بتاعتك شغاله، وبتجيب تشيك عن طريق الباتري بتاعتنا، فدي خلاص انا اطمنت عليه واوريدي عملت تشيك عن طريق الكود وعن طريق الاستريب. طيب اللانسيت ديفايس هبتدي اعمل تشيك عليها ازاي، او الشكاكه بتاعتنا هبتدي اعمل عليها تشيك ازاي؟ ان انا ببتدي افتحها وابتدي احط ايه الشكاكه، ويفضل طبعا الشكاكه تبقى مقفوله زي ما هي علشان ما يبتدي ايه المريض ان هو شغل. طبعا انا مش شرط ان انا بس ان انا از نيرس ان انا ممكن اروح اشك المريض او اقيس للمريض، انا كمان ممكن اعلم المريض هو ازاي نفسه اللي هو كرونيك دايابيتس ازاي يقيس البلاك جلوكوز تيست في البيت. فلازم الحاجات دي تقول انستراكشن ديت ببتدي اقولها للمريض علشان يبتدي ايه يعملها معايا في البيت. وابتدي اركب طبعا الديفايس، وطبعا انا ببقى قاري الانستراكشن المختص بيه. جاست ان احنا ركبنا الشكاكه هبتدي ان انا اسحب طبعا على حسب كل ديفايس، وابتدي ان انا افتح الكفر بتاعنا، وابتدي اقفل بتاع الكفر الاساسي. طب احنا شايفين ان في اللانسيت ديفايس بيبقى فيه عندي هنا ارقام،
ايه الارقام دي؟ يعني في على حسب طبعا كل لانسيت ديفايس وعلى حسب الاستخدام بتاعها. يعني مثلا فور اكزامبل الديفايس اللي معانا هنا ممكن ان انا ابتدي احرك وابتدي اغير في الديجري بتاعنا. طب ايه الارقام ديت او الديجري دي ايه؟ لو انا شايف ان السن او السك يعني السكين بتاع المريض سواء سن او سواء سك، انا ممكن ان انا ابتدي اتحكم فيها. يعني كل ما ابتدي ازود في الرقم بحيث ان دي البانكشر بتاعت الندل تكون مور ديب، وبالتالي اقدر اوصل للبلاد اللي انا عايزه. فور اكزامبل هنا انا هبتدي طبعا ده كله ده في الاسسمنت للمريض، واحنا لسه ان شاء الله هنروح نعمل اسسمنت للمريض. انا كده خلاص ابتديت اطمنت ان انا جهزت ايه اللانس ديفايس بتاعي. في تاني سبلايز معانا بيبقى فيه عندي دراي كوتون، وبيبقى فيه عندي شارب كونتينر، وبيبقى فيه عندي الكحول سواب، وبيبقى فيه عندي جلافز لو انا اللي هبتدي اشك المريض انا از نيرس، وبيبقى فيه معايا مثلا تاول او تيشو لو انا عايزه اطمن ان السكين بتاع المريض يكون دراي. هبتدي اروح للمريض وهبتدي اتكلم معاه. هروح للمريض وهقول له ايه، هبتدي اشرح له الاكسبلين البروسيجر اللي هي الحاجات الانستراكشن او الانديكيشن اللي انا اتكلمنا عنها، ان انا ابتدي اقيس البلاك جلوكوز، والبلاك جلوكوز ده فايدته في ايه؟ ان انا عايزه اطمن على مستوى السكر عندك اذا كان هاي، اذا كان لو، اذا كان انا عايزه اطمن عليه قبل ما تاخد الميديكيشن او قبل ما تاكل اكل معين عشان نشوف مستوى السكر في الدم. وممكن كمان البيشنت بيكون بعد ساعتين زي ما احنا اتفقنا بعد المين ان هو كمان يقيس البلاك جلوكوز عشان يطمن على مستوى البلاك جلوكوز في الدم. طب ايه كمان ده كده في وقت الاكسبلين بروسيجر للمريض. جست بقى ان المريض بتاعي جه بعد ما عمل هاند ووش وعمل روبين زي ما احنا اتفقنا وعمل دراي للهاند، هبتدي ان انا اقعد المريض بتاعنا وهبتدي اروح بالتريب بتاعتي او بالكار بتاعتي للمريض. هبتدي ان انا اروح للمريض. طبعا انا عامل انتروديوس ماي سيلف في الاول وعملت له اكسبلين بروسيجر، هو راح وجالي تاني. اوكي بعد كده هبتدي ان انا اخد الحاجات بتاعتنا وابتدي اجهز. طبعا انا ببتدي ادي الديفايس بتاعنا وابتدي اخرج الشريط بتاع الجلوكوميتر، وقلنا ان احنا لازم نطمن عليه ان هو يكون شغال. طبعا انا في وقت كل الكلام ده كله انا ببقى عامل هاند ووش وببتدي البس الجلافز بتاعتي، انا لسه ما لمستش المايه. طبعا زي ما احنا شايفين ان في الجهاز بيبتدي يديني قطره. يعني ايه القطره دي؟ انا مستعد او انا جاهز ان انا هبتدي اخد القطره من المريض. هبتدي اروح للمريض وهبتدي ابص على الفينجر بتاعه. طبعا هو بيكون ريستنج خالص عشان يكون في وضع الكومفورتبل معايا، وهبتدي زي ما احنا اتفقنا بعمل اسسمنت على السكين للمريض عشان اشوف الديجري او البانكشر بتاعه، وكمان اشوف اذا كان في بين، اذا كان في انجري او في اي بروبلم في السكين عشان ابتدي اختار الفينجر اللي هو المناسب. طب اني فينجر انا ممكن ان انا ابتدي اقيس منه للبلاك جلوكوز؟ احنا عارفين ان يبقى في عندي 3 فينجر اللي هم هنا اللي هو الرينج والميدل واللي هو الاندكس، يبقى الثري فينجر دولت هم اللي هبتدي اقيس منهم البلاك جلوكوز تيست. طب هنبتدي نشك في اني مكان؟ مش هنشك في الباد، لا ده انا هشك في الفينجر سايد من جنب الفينجر من هنا. طب ليه؟ احنا بنقول ان من الفينجر سايد ده بيبتدي يقلل من الليفل اوف ذا بين للمري. اوكي طيب هنبتدي نشوف. هبتدي اجيب الكحول سواب معايا وهبتدي ان انا امسح وهستنى شوية لغاية لما الكحول يكون دراي، وهبتدي اجيب معايا اللي هي اللانسيت ديفايس وهبتدي اشك المريض زي ما احنا اتفقنا من الجنب. جس ان احنا سكينا هبتدي ان انا اعمل سكويز. يعني ايه سكويز؟ ان انا هبتدي اعمل اعصر ايد المريض. لو ما ظهرتش معانا حاجه ابوين هبتدي ان انا اشك تاني. زي ما احنا شايفين ظهر معانا بلاد، زي ما احنا اتفقنا ان احنا هنبتدي نعصر طبعا على حسب البوليسي بتاعت المكان، ممكن اخد من اول فيرست دروب وممكن اخد من سكند دروب، بس اهم حاجه تكون الكميه مناسبه معايا عشان ابتدي ياخد معايا في الشريط ويبتدي يقرر الريزلت بتاعتي. هنبتدي احنا هنا مثلا سي ان احنا نقول ان البوليسي بتاعتنا بنقول بناخد من الفيرست دروب، وابتدي ان انا عملت سكويز وابتدي اخد القطره بتاعتي.
كده مجرد ان هو ابتدي يقرا ابتدي يقول لي ان هو كده خلاص مستعد ان هو يقرا. هبتدي اخد الدراي كوتون، طبعا انا ببتدي اعمل بريشر كويس على المكان بتاع البنكتشر، وممكن اقول للمريض ابتدي اضغط لي على المكان ده شويه. زي ما احنا شايفين هنا ابتدى يظهر لي ايه الريزلت بتاعه البلاك جلوكوز تيست، طلع 99 مللي جرام بير ديسل، طبعا على حسب النورمال رينج اللي احنا عارفينه، واللي احنا بنقول ايه ان هو بيكون لو هو فاستنج بيكون من 70 لكام ل 110 مللي جرام. هبتدي ان انا اشيل الديفايس بتاعتنا اهي، خلاص خدت القرايه 99 مللي جرام. وممكن قبل ما اشيلها عشان ما انساش بيبقى معايا نوت صغيره، وابتدي اكتب الكومنت بتاعتي اللي هو الريزلت انه 99 مللي جرام بير ديسيليتر، واقول التايم واقول الكومنت بتاعه اذا كان اب نورمال ولا نورمال. هبتدي اشيل الستريب بتاعتنا وابتدي ان انا اعمل لها ديسكارد. دي هنبتدي نعملها ديسكارد فين؟ هنديسكارد في اللي هو الباك اللي هي بتكون ريد باك، تمام، واللي هي الديفايس هنحطها هنا كده على جنب لغايه لما نروح للريد باك. طيب بردك اللي هي اللانسيت ديفايس انا في جوه عندي الشكاك، هبتدي ان انا اخلعها اهي. طبعا احنا مش هنقدر لو احنا شكينا هنا، لو جينا نشيلها ممكن ان احنا نتشك. انا اوريدي معايا الكفر بتاع الشكاكه من الاول خالص، ممكن ان انا ابتدي احطها فيها كده من فوق بحيث ان انا از نيرس ما تشكش من دم المريض، وابتدي ان انا افكها. لو هي اتفكت تاني بمسكها من طرف خالص وابتدي ان انا اضغطها شويه، وابتدي اروح للشارب بوكس وابتدي ارميها في الكونتينر. يبقى انا كده ابتديت ان انا اجهز تاني، ارجع الادوات بتاعتنا از تيست، وابتدي ان انا ممكن اقفل للجهاز ده. خلاص انا خلصت القرايه ورجعت تاني الحاجات وعملت ديسكارد ليها، هبتدي ان انا اعمل ريموفنج للكلافس بتاعي، وهبتدي اروح اعمل هاند ووش كل ديت في الاماكن مثلا اللي انا هبتدي ارميها في الايه اللي هو الباك اللي هو ريد باك. هعمل هاند ووشنج وهبتدي اعمل ريكورد زي ما احنا اتفقنا. الريكورد بيكون ايه؟ لازم تتاكد من المريض طبعا، واحنا اوريدي متاكدين من البيجن بتاع المريض، وانت بتعمل انت تيستنج يور سيلف بتكتب تاني اسم المريض يكون ثلاثي، وبتكتب التايم، وبتكتب البلاد جلوكوز ليفل، وبتبتدي تقول هل ده نورمال ولا هو اب نورمال. طب لو هو طلع فيه اب نورمال كان لو او هاي، ابتدي اعمل ريبورتنج للدكتور وابتدي اعمل مانج للمريض ما تعمل. جود لك.